مرحبا بنات، وصفة اليوم هي وصفة سهلة جدا وبمكونين اثنين. هذه الوصفة تستغرق 3 دقائق أو 5 دقائق لتحضيرها. للوصفة هذه نحتاج إلى مكونين كما قلت. المكون الأول هو الثوم، والكمية سوف تكون كمية معقولة أو كمية كبيرة على حسب عدد أفراد العائلة. البطاطا أيضا سوف تكون على حسب أفراد العائلة. المرحلة الثانية هي تجهيز الثوم وتقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة بهذا الشكل يدويا أو بآلة، لا يهم. المهم هو الأفضل أن تقطعي هكذا باليد لكي تبقى قطع من الثوم، لكن عند أكله سوف تجدين القطع هذيك سوف تعطيه طعما أفضل. المهم سوف أقوم بتقطيع كامل الكمية بهذا الشكل. كما قلت الكمية تكون على حسب أفراد العائلة. أضعها مباشرة في وعاء الطهي أو في الكوكوطة. وهنا عندي البطاطا أيضا، كمية البطاطا سوف أقوم بتقطيعها إلى دوائر إذا كان حجم البطاطا صغير، أو إلى نصف دائرة إذا كان حجمها كبير. المهم الشكل يبقى اختياري، يمكن أيضا تقطيعها لمربعات. المهم لا يكون رقيقا جدا ولا كبيرا جدا سمك البطاطا. أقوم بإكمال كامل الكمية كما تلاحظون، وأضعها أيضا مباشرة مع الثوم في الوعاء الطهي أو في الكوكوطة. بهذا الشكل قمت بتقطيع كامل الكمية، تقريبا 6 حبات من البطاطا متوسطة الحجم. سوف تقوم بتجهيز أطباق ل4 أفراد من العائلة. بهذا الشكل كما قلت لكم قمت بوضعها في الكوطة. سوف أقوم بإضافة الملح، خلطها أولا مع الثوم لكي تتشرب تلك البطاطا طعم الثوم. ثم أقوم بإضافة الملح، ملح على حسب كمية البطاطا بهذا الشكل. ثم أقوم بإضافة القليل من الزعفران، الزعفران فقط، لن أقوم بإضافة أي مكونات أخرى من التوابل، زعفران فقط والرند. سوف أريكم الرند، أنا الرند قمت بطحنه بعد تجفيفه وغسله طبعا. أما الزيت فأقوم بإضافة 4 ملاعق من الزيت بهذا الشكل، وأخلط جميع المكونات جيدا حتى تتشرب البطاطا طعم الزعفران والثوم والملح. الملح يفضل استعماله في الأول لكي يأتي طعم البطاطا لذيذ. هنا هذا هو الرند، قمت بإضافة هذا ليس الرند، هذا إكليل الجبل، قمت بنزعه من الجبل، وأيضا القليل من الرند. هذا الطبق صحي جدا جدا جدا. هنا أقوم بإضافة قطعتين من الفلفل وتركها مغلقة لكي لا تمد طعم الحار، لأن العائلة فيها أطفال طبعا، ومن يريد أن يأتيه الطعم حار قليلا يمكن فتح واحدة من هذه الفلفلات. هنا أقوم بخلطها جيدا ووضعها مباشرة فوق الغاز على نار متوسطة، سوف تطهى في دقائق مع إضافة الماء كما ترون نمره بالماء. وهذه هي الوصفة التي نتحصل عليها بطعم أصفر طبعا، عفوا اللون. أتمنى أن تكون الوصفة قد أعجبتكم. Ah.